مع بعض في الجزء ده عن ال WLAN Fundamentals وأساسيات خاصة بالإيه بالوايرلس لوكال أريا إيه نتورك بتاعتنا. بيقول لك هنا طبعا ال working process بتاعت الإيه ال WLAN. تعالوا كده نبص إزاي شبكة ال WLAN بتشتغل. قال لك أول حاجة ال AB أو ال Access Point إيه on boarding. معنى كده إيه؟ قال لك إن ال Access Point في الأول لازم تاخد الإيه ال IP address في البداية، يعني لازم الاكسس بوينت عشان تبتدي تتعامل لازم يكون عندها اي بي ادرس تتعامل بيه في الايه في النتورك بتاعتنا. بعد كده بتحاول تديسكفر الايه الاكسس كنترولر، وبعد كده بتسيت اب الايه الكونكشن مع الاكسس كنترولر. دي في مرحله الايه الاي بي اون بوردنج. دي الايه دي المرحله رقم كام؟ رقم واحد. المرحله رقم اتنين الدبليو لان سيرفيس كونفيجريشن ديليفري. بعد كده للاكسس كنترولر بيبتدي يدي ال WLAN service configurations لمين؟ للاكسس بوينت. تمام، لان احنا اتفقنا مع بعض اللي في الاركتكشر بتاع الاكسس كنترولر مع الفيت اكسس بوينت ده بيكون في سنترلايزد ايه اكسس كنترولر هو اللي بي ايه هو اللي بيمانج الايه الوايرلس نتورك بتاعتنا ان يونيفايد ايه ان يونيفايد مانر. دي الستيب رقم كام؟ رقم 2. الستيب رقم 3 اللي هو الستيشن اكسس، يعني الاجهزه اللي موجوده بتبتدي اللي هي حابه تاكسس الايه الوايرلس نتورك من خلال الاس اس اي دي الترانسميتد باي الاكسس ايه الاكسس بوينت علشان تبتدي اللي هي تعمل كونكت على الايه النتورك بتاعتنا وتبقى جو اونلاين وشغاله على الايه النتورك بتاعتنا. الستيب رقم 4 اللي هو الدبليو لان سيرفيس داتا فوروردنج، اللي في الحاله دي بيبتدي الدبليو لان اللي هي فورورد السيرفيس داتا، يعني خلاص احنا ايه بقينا جو اونلاين وعملنا اسوسيشن على الاكسس بوينت اللي موجود عندنا، نبتدي بقى نبعت الايه الترافيك بتاعنا على الايه النتورك. يبقى دول اربع خطوات بنمشي عليهم علشان شبكه الدبليو لان بتاعتنا تبتدي تشتغل. هنتكلم في البداية عن الستيب رقم واحد وهنتكلم عليها بالتفصيل اللي هي الاي بي اون بوردنج. الاي بي اون بوردنج معناها ايه؟ احنا اتكلمنا مع بعض لازم الاكسس بوينت هتاخد الاي بي، وبعد كده الاكسس ايه هتعمل ديسكفر للاكسس كنترولر، وبعد كده اللي هي هتبتدي ايه تبتدي تعمل ايه سيت اب الكونكشن مع الاكسس ايه كنترول. اول حاجة هيكلمك عن حتة الايه الاي بي. الاكسس كنترول بتاعك بيقدر يمانج ويكنترول الفيت ايه الفيت اكسس بوينتس زي ما احنا اتفقنا مع بعض في السنترلايزد ايه مانر علشان يبتدي يديله السيرفيس او يديله الايه السيرفيس كونفيجريشن بتاعته بعد ما يكون جو اونلاين. جو اونلاين يعني ايه؟ يعني خلاص شغال. طب ايه الخطوات اللي احنا هنبتدي عليها؟ قال لك اول حاجه اللي انت هتوبتين الاي بي ادرس، يبقى الاكسس بوينت بتاعتك اول مرحله بتحتاج اللي هي تاخد الاي بي ادرس. تاني مرحله اللي هي بتبتدي ديسكفر الاكسس كنترولر علشان تستبلش الكاب واب تانل اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي بالايه بالتفصيل. بعد كده الاكسس بوينت بتبتدي ايه تشوف الاكسس كنترول. يعني ايه اكسس كنترول؟ يعني انت هتعمل كنترول ازاي على الاكسس بوينت دي. بعد كده بتشوف لو في هتعمل ابجريد للسيستم سوفت وير بتاع الاكسس بوينت ولا الدنيا تمام، والخطوه دي بتكون اوبشنال بالنسبه لنا. رقم 5 اللي هي الكاب واب تانل مينتيننس، يعني لو في اي مشكله في الايه في الكاب واب بتاعتنا لازم اللي احنا دايما ايه نحاول ايه نكيب لايف مع الايه الكاب واب تانل، وهنتكلم بالتفصيل طبعا عن البروسيدجرز ايه دي بالتفصيل. تعالى نتكلم مع بعض عن اول حاجه موجوده او اول خطوه موجوده في الايه في الاي بي اون بوردنج. قال لك اول حاجه الاي بي ادرس اللوكيشن. طبعا الاكسس بوينت مش هتقدر تعمل كوميونيكيشن مع الاكسس كنترولر الا بعد حاله اللي هو ياخد الايه الاي بي ادرس. ده طبيعي، يعني اي ديفايس على النتورك بتاعتنا مش هيشتغل معاك ولا هيعمل اي حاجه الا لما يبتدي ياخد الايه الاي بي ادرس. فبيقول لك هنا للاكسس بوينت هتقدر توبتين الاي بي ادرس من خلال مجموعه من الايه من المودز. وخلي بالك دي اسئله بتيجي في الامتحان سواء كان في الاتش سي اي داتا كوم او في الاتش سي اي بي، علشان كده احنا ايه بنتكلم دايما اللي فيه توبكس مرتبطه بايه ببعضها. يبقى الحالات اللي هو الايه الاكسس بوينت بتقدر تاخد فيها الاي بي ادرس قال لك لا اما من خلال الاستاتيك مود، خلي بالك وابتدي خد الشورت نوتس بتاعتك. استاتيك ايه؟ استاتيك مود. في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ قال لك ان اليوزر هو اللي بيبتدي ايه يعمل الكونفيجريشن بتاع الاي بي ادرس للايه للاكسس ايه للاكسس بوينت. تاني مود اللي هو الدي اتش سي بي هياخد الاي بي ادرس، الاكسس بوينت هتاخد الاي بي ادرس من خلال
اللي هي هتبقى عباره عن دي اتش تي بي كلاينت وهي ريكويست الاي بي ادرس فروم مين الدي اتش تي بي سيرفر تمام. ودي بالنسبه لنا دي الطريقه اللي بتكون ريكومندد بالنسبه للايه للاكسس ايه بوينتس. طب ايه التيبيكال سولوشنز ازاي هتعمل بقى الايه او هتتعامل مع السيناريو ده او هتحل القصه بتاعه الاي بي ادرس اللوكيشن ازاي؟ خلي بالك ده كده اول سؤال بيجي معاك في النقط دي اللي هو حته الايه الاكسس بوينت بتاخد الاي بي ادرس ازاي، لا اما من خلال الاستاتيك مود او من خلال الدي اتش سي بي. طيب لو انت هتتعامل مع الدي اتش سي بي الحل هيكون ايه؟ قال لك لا اما هتديبلوي ديديكيتد دي اتش سي بي سيرفر، يعني هيبقى عندك دي اتش سي بي سيرفر مخصص اللي هو يبتدي يوزع الاي بيهات، وفي الحاله دي هيوزع اي بيهات على الاكسس بوينتس. لا اما اللي انت هتكونفيجر الاكسس كنترولر اللي موجود عندك اللي هو يوزع اي بيهات، ودي برضو حاله من ضمن الايه الحالات. لا اما هتستخدم ديفايس موجود عندك في النتورك زي الكور سويتش اللي هو يبتدي يأساين الاي بي ادرس لمين للاكسس بوينتس الايه اللي موجود. يبقى زي ما انت شايف كام سؤال معانا في السلايد دي، وانت بتعمل اساين او بتبتدي الاكسس بوينت تاخد اي بات لا اما من خلال الاستاتيك مود او من خلال الدي اتش سي بي مود. طب السولوشنز بتاعتك قال لك لا اما هتتعامل مع ديديكيتد دي اتش سي بي سيرفر، لا اما هتخلي الاكسس كنترولر هو اللي يوزع الاي بات، لا اما هتجيب كور سويتش يبتدي اللي هو يأساين الايه الاي بي ادريسز بتاعتك. هنا بيقول لك في حاله الايه الدي اتش سي بي، يعني احنا دلوقتي بنتعامل في حاله لو انت هتشتغل مع الدي اتش سي بي اي بي ادرس اللوكيشن اللي هو يبتدي يوزع اي بيهات لمين للاكسس بوينتس اللي احنا بنسميها هنا مانجمنت. دي حاله الايه المانجمنت لمين للايه للاكسس بوينتس، لان انت هتعرف بعد كده اللي في عندك ستيشنز موجوده الستيشنز دي برضو هتحتاج تسحب اي بيهات، ففي الحاله دي احنا بنسميها سيرفيس في لان او الجزء الخاص بالايه بالسيرفس. اما بالنسبه للاكسس بوينتس فهو ده الجزء الخاص بالمانجمنت، فده هنا بالنسبه لنا بنتكلم عن المانجمنت بتاع مين الاكسس ايه الاكسس بوينت. طيب قول لنا بالتفصيل ايه اللي هيحصل. بيقول لك دلوقتي في الاكسس بوينت هتبتدي اللي هي تعمل ايه، قال لك هتبتدي تديسكفر الايه اول حاجه الاكسس بوينت هتعمل دي اتش تي بي ديسكفر، هتبتدي تبعت برودكاست وهتقول يا جماعه اللي عنده خدمات الدي اتش تي بي يبتدي يقول لي ايه الحاجات اللي هو بيقدمها. هيبتدي يبعت لي الاوفر، لو في عندي دي اتش تي بي سيرفر هيبتدي يبعت لي الاوفر ويقول لي انا معايا الاوفر بيتبعت يونيكاست. بعد ما بعت لي الاوفر ببتدي انا خلاص بعت لي الايه الاوفر ببتدي اعمل ريكويست، بس الريكويست بتاعي بيكون على هيئه برودكاست، واحنا اتكلمنا عن الجزء ده قبل كده في الايه في الدي اتش تي بي. بيبتدي يعمل نوتيفيكيشن لكل الايه دي اتش تي بي سيرفرز اللي بعتت له الايه الاوفر ويقول لهم انا خلاص باخد ريكويست من ايه من واحد بعينه، بيتعمل برودكاست. بعد كده بيبتدي يقول لك دي اتش تي بي اكنولجمنت بيكون عباره عن ايه عن يوني كاست، يعني بيكون عباره عن ايه يوني كاست زي ما انت شايف قدامك القصه بتاعت الايه الدي اتش تي بي. عندك الاستيشن بدات اللي هي ايه اول حاجه تبدا اللي هي توزع الايه الدنيا بتاعت الايه الاي بيهات، بتبتدي تسحب اي بي، قال لك بتسحب اي بي من خلال الايه الدي اتش سي بي، يعني بتسحب الاي بيهات بتاعتها من خلال ايه من خلال الدي اتش سي بي. دي اول خطوه لو انت هتتعامل مع الدي اتش سي بي اي بي ادرس ايه اللوكيشن. طيب لو انت هتتعامل مع الدي اتش سي بي اي بي ادرس اللوكيشن يبقى انت بتتعامل بالايه بالكونسبت ده. بعد كده بيكلمك عن حته الايه الكاب واب تانل استابليشمنت. تمام انت خلاص دلوقتي اخدت الاي بي، انت مش هتعرف تعمل اي حاجه الا لما تاخد الايه الاي بي، يعني انا مش هعرف اعمل اي حاجه خالص في الايه في النتورك بالنسبه للاكسس بوينت الا لما اخد الاي بي ادرس. طب اخدت الاي بي ادرس هتعمل ايه؟ قال لك هتبتدي تبص على الكاب واب تانل استابليشمنت، عاوز تبتدي تبص على الاكسس كنترولر المرحله بتاعه الايه الاكسس كنترول ديسكفري، انا عاوز اعرف مين الاكسس كنترولر اللي ايه اللي هيعمل لي مانجمنت واللي هيبتدي يتعامل معايا. ففي الحاله دي لازم اللي انت تستبلش الايه الكاب واب تانل مع الاكسس كنترول. بيقول لك هنا للاكسس بوينت بتبتدي تبعت ديسكفري ريكويست تمام باللي هي بحيث تدور على الافيلبل اكسس بوينتس اكسس كنترولرز الايه اللي موجودين على النتورك. مجرد لما الاكسس بوينت بتديسكفر الاكسس كنترولر ايه اللي بيحصل؟ عندك طريقتين، لا اما انت هتقول له هتدي له المعلومه دي استاتيك، يعني هتقول له انت عندك اكسس كنترولر الاي بي ليست بتاعته كذا، لا اما هتتعامل من خلال
الدي اتش سي بي اللي هو دايناميك، يعني وانت بتاخد الاي بي ادرس بتاعك في المرحله الاوليه وانت بتعمل اي بي ادرس اللوكيشن، انا هشاور لك على مين؟ على الكنترولر بتاعك او على الاكسس ايه كنترولر بتاعك. يبقى دايناميك لا اما من خلال الدي اتش سي بي، لا اما من خلال الدي ان اس، لا اما من خلال البرودكاست. خلي بالك عشان ده سؤال في الامتحان. وانت بتعمل الاكسس كنترول ديسكفري بتقدر ان انت تتعامل بطريقتين، لا اما من خلال الاستاتيك، لا اما من خلال الدايناميك. الدايناميك هو اللي ايه اللي احنا شغالين عليه. قال لك طب انت لو شغال دايناميك ايه اللي هيحصل؟ قال لك في الحاله دي يبقى انت بتتعامل مع الدي اتش سي بي، الدي اتش سي بي، وانت بتاخد باكج الاي بي هات هيقول لك الاكسس كنترول، هيقول لك خلي بالك انا هشاور لك على الاكسس كنترول لا اما من خلال دي ان اس او من خلال البرودكاست. بعد ما عرفت الاكسس كنترولر بتاعك انت محتاج تشوف الكاب ويب تانل تعمل لها استابليشمنت. قال لك بعد كده الاكسس بوينت خلاص بدات تاسوشيت مع الاكسس كنترولر وتبتدي تستابليش الايه الكاب ويب تانل من خلال اللي هي بتنكلود تو تانلز اللي هو الداتا تانلز بتاعتك والايه والكنترول الاثنين. طب الفرق ما بينهم ايه؟ وركز. قال لك الداتا تانل دي بترانسميت الايه السيرفيس داتا باكيتس من الاكسس بوينتس للاكسس كنترولر فور سنترلايزد ايه فورورد. وهنعرف بعد كده اللي انت عندك في الفوروردنج في اتنين، لا اما تانل مود لا اما دايركت ايه دايركت مود. طب بالنسبه للكنترول تانل ايه اللي بيحصل معاك؟ قال لك بترانسميت الكنترول باكيتس اللي موجوده اللي انت بتبعتها ما بينك وما بين الايه بتوين الاكسس كنترولر مع الاكسس بوينت. يبقى خلي بالك المرحله الاولى انت ما تعرفش تعمل اي حاجه الا لما تاخد الاي بي ادرس بتاعك اللي هو الاي بي ادرس اللوكيشن. بتسحب الاي بي ازاي؟ قال لك عن طريقتين، يا اما استاتيك يا اما من خلال الدي اتش سي بي او من خلال الدايناميك. اللي انت بتاخد الاي بي من خلال الدي اتش سي بي، اخدت الاي بي والدنيا بقت تمام، محتاج ان انت تديسكفر الايه الاكسس كنترولر بتاعك. هتديسكفر الاكسس كنترولر ازاي؟ قال لك من خلال الاستاتيك، يا اما انت هتقول لي هو فين، لا اما انا من خلال ال DHCP هبتدي اعرف الاكسس كنترولر بتاعي فين. عرفت الاكسس كنترولر فين هبتدي ان انا استبلش الكاب ويب تانل، والكاب ويب تانل دي منها نوعين، لا اما داتا تانل لا اما كنترول تانل، وعرفنا الايه الفرق ما بين. بعد كده بيبتدي اللي هو يقول لك في حاله الايه اللي انت هتعمل ديسكفر للاكسس كنترولر بتاعك بس بشكل دايناميك. احنا قلنا لا اما من خلال الدي اتش سي بي، لا اما من خلال البرودكاست، تمام، لا اما من خلال البرودكاست. طب لو من خلال الدي اتش سي بي هعرف ازاي؟ قال لك لو انت بتعمل دي اتش سي بي ديسكفر وانا ببعت لك الاوفر هقول لك اللي فيه اوبشن 43. معنى ان انا بقول لك فيه اوبشن 43 بقول لك خلي بالك اللي فيه كنترول او اكسس كنترول هي ايه هيبتدي اللي هو ايه تاخد بالك منه علشان تبتدي تعرف الايه مكانه فين بالظبط وتعمل اسوسيشن عليه. وهو ده الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها، تمام. الطريقة دي فعلا واحنا بندي في الدي اتش سي بي او بنكونفيجر الدي اتش سي بي بنبتدي نقول له لو في اوبشن 43 موجود عندك هتبتدي اللي انت ايه تتعامل معاه علشان تعرف الايه الاكسس كنترولر بتاعك فين بالظبط. بعد ما بيبتدي يعمل الريكوست خلاص طلب الايه بعد كده عمل ديسكفر طلب الاوفر جاله بالاوبشن 43 عمل ريكويست بعد كده عمل اكنولجمنت للايه للكونفيجريشن الباكج بتاعته خلاص الدنيا بقت تمام. بدا اللي هو يديسكفر ايه ريكويست وبدا اللي هو يرد عليه الاكسس كنترولر وعمل ديسكفر ايه ريسبونس. طب في حاله البرودكاست مود قال لك في الحاله دي انت بتعمل زي اوتوماتيك ديسكفري، انت بتعمل اوتوماتيك ديسكفري في حاله لو انت فشلت في الايه في الاوتوماتيك ديسكفري بتبتدي تبعت ثاني الايه الرساله بتاعتك. يعني انت بتعمل ديسكفري بتقول لي يا جماعه مين الاكسس كنترول اللي هيقدر يعمل كنترول عليا كايه كاكسس بوينت. بيبتدي في الحاله دي وانت بتبعت البرودكاست كويري بتنتظر الايه الريسبونس بتاعك. في حاله في ريسبونس تمام يبقى انت خلاص كده اوريدي ايه اوثرايزد اللي انت ايه هيبقى عندك اكسس ايه كنترول. ده طبعا في حاله الايه البرودكاست اللي هو لير 2 نتورك. وانا بعمل استابليش للايه للكاب ويب تانل تمام. خلي بالك من النقطه دي الاكسس بوينت المفروض خلاص هتعمل اسوشيت مع مين؟ مع الاكسس كنترولر اللي موجود عندك وتستبلش الايه الكاب ويب تانل. عندي الكاب ويب تانل منها نوعين داتا تانلز وايه وكنترول تانلز زي ما اتفقنا مع بعض. الداتا يعني بتترانسميت السيرفيس داتا باكيتس من الاكسس بوينتس لمين؟ للاكسس كنترولر.
تمام في سنترلايزد ايه فورواردنج. في عندنا حاجه اسمها داتا جرام ترانسبورت لاير سيكيورتي، ده بيعمل انكريبت للايه، بيفعل الانكريبشن على الداتا تنل علشان ينشور السيكيورتي بتاعه الكاب ويب ايه داتا باكتس بتاعتك. ده ايه؟ ده اسمه داتا جرام ترانسبورت لاير سيكيورتي، ده اللي بينشور السيكيورتي على الايه، على الترافيك بتاعك. طب في كنترول تانل، ده عباره عن كنترول باكتس بتتبعت ما بين الاكسس كنترولر والايه والاكسس بوينتس. وفي الحاله دي برضه الداتا جرام ترانسبورت لاير سيكيورتي بينكريبت الايه الكنترول باكتس بتاعتك اللي بتتبعت على الايه، على الكاب ويب تانل بتاعتك. وزي ما انت شايف في الايه في الدياجرام او في التوبولوجي اللي موجوده، اللي انت عندك ده الاكسس ايه بوينتس، بتفتح نوعين من الايه من التنلز، لا اما كنترول اللي انت بتعمل كنترول للايه للكونفيجريشنز ما بينك وبين الاكسس بوينتس، لا اما بتبعت فوروردنج للايه للداتا بتاعتك. بعد كده بيكلمك عن الاكسس بوينت اكسس كنترول، اكسس ايه كنترول. بعد ما بتعمل ديسكفري لمين للاكسس كنترولر بتاعك، الاكسس بوينت بيبتدي يبعت جوين. الجوين ده اللي احنا عاوزين نجوين على الايه، جوين ريكويست على الاكسس كنترول. في حاله طبعا انت محتاج تاكد الايه الاكسس كنترول ده، يعني محتاج اللي انت تقول فعلا هل الاكسس بوينت دي اوثرايزد اللي هي تجوين معايا في الاكسس كنترولر ولا ما ايه مش اوثرايزد. في الحاله دي طبعا لو هي اوثرايزد بتبعت جوين ايه ريسبونس. بتسبورت معاك ثلاث انواع من الايه من حته الاكسس كنترول، اللي هم حته الايه الاوثنتيكيشن، ازاي توثنتيكيت الاكسس بوينت مع الاكسس كنترولر، ازاي تعرف اللي هي دي الاكسس بوينت اللي هي اوريدي اللي المفروض اتعامل معاها واسحب وادي لها الايه كونفيجريشن واخليها فورورد الايه الترافيك. قال لك لا اما من خلال الماك ادرس اوثنتيكيشن. يعني ايه ماك ادرس اوثنتيكيشن؟ يعني انت بتشوف الماك ادرس بتاع الاكسس بوينت وتقول له في حاله ان الماك ادرس ده انت شفته هو ده ايه كده اوثنتيكيتد معاه. لا اما من خلال السيريال نمبر اوثنتيكيشن، اللي هو انت بتشوف السيريال نمبر بتاع الاكسس بوينت وبخلاله بتقدر تعمل ايه الاوثنتيكيشن، لا اما مفيش اوثنتيكيشن، مفيش ايه اوثنتيكيشن خالص. وخلي بالك من السؤال ده بيجي بنسبه 100% في الامتحان سواء اتش سي اي ايه او اتش سي اي بي، فركز في الايه في السؤال ده بالايه بالاخص. يبقى عندك الاوثنتيكيشن حته الاكسس كنترول بنتاكد منها من خلال لا اما الماك ادرس اوثنتيكيشن، لا اما السيريال نمبر اوثنتيكيشن، لا اما ما عنديش اوثنتيكيشن اساسا. الاوبشنال بالنسبه لي او الايه الخطوه بقى اللي هي اوبشنال حته الاي بي او الاكسس بوينت ابجريد. بيقول لك هنا الاكسس بوينت بتدرماين لو السيستم سوفت وير فيرجن هو نفسه اللي موجود او اللي حدده مين الاكسس كنترولر اكوردنج للايه للبارامترز اللي انت اخدتها بناء على الايه على الجوين ايه ريسبونس. لو هي فعلا الدنيا دي مظبوطه وانا الدنيا عندي تمام خلاص. طب لو هي مختلفه تبتدي اللي انت تقول له انا عاوز ايمج داتا ريكويست ايه باكت، محتاج اجيب الايه احدث السيستم سوفت وير بتاعي. التحديث هنا بيتم ازاي؟ وده سؤال في الامتحان. لما بتيجي تعمل ابجريد للاكسس بوينت بتعملها ابجريد من خلال ايه؟ قال لك لا اما من خلال الاكسس كنترولر اسمه اي سي مود، لا اما من خلال الاف تي بي مود او الاس اف تي بي مود. وده سؤال بيجي بنسبه 100% في الاتش سي اي داتا كوم او في الاتش سي اي بي. خلي بالك انا بقول لك الايه الجزئيه دي ليه؟ عشان وانت بتذاكر بتبتدي تكتب الشورت نوتس بتاعتك معايا. بعد ما السيستم سوفت وير بتاعك خلاص يتحدث، الاكسس بوينت بتاعتك بتريستارت وتبتدي تريبيتس الخطوات بتاعتك من واحد لثلاثه تاني. بيبتدي بقى يعمل اي بي ادرس اللوكيشن، وبعد كده يعمل ديسكفري، وبعد كده يعمل كاب ويب استابليشمنت، وبعد كده يشوف الايه الاكسس ايه كنترول. ده اللي بيبتدي يظبطه فين في الايه في الجزء ده. بعد ما خلصنا حته الابجريد وتمام والدنيا ما فيش اي مشكله والايه والدنيا زي الفل، هبتدي ان انا اخش على المينتيننس. انا محتاج كل فتره اتاكد ان الدنيا بتاعتي تمام، سواء كان على مستوى الداتا تنل بتاعتي الكاب ويب داتا تنل، او على مستوى الكاب ويب كنترول تنل بتاعتي. قال لك ازاي؟ قال لك لو انت شغال في الداتا تنل بتاعتك يبقى انت في الحاله دي هتبعت كيبا لايف باكتس على طول علشان تديكت الايه تعمل ديتكت للداتا تنل كونكتيفيتي مباشره. هتبعت كيبا لايف هيرد عليك بالكيبا لايف، يبقى انت الدنيا تمام وزي الايه وزي الفل. طب بالنسبه بقى لجزء الكنترول، قال لك الكنترول تنل هتعمل ايه؟ قال لك في الحاله دي خلي بالك الحاجات اللي باللون الاحمر دي مهمه وبيجي عليها اسئله في الامتحان.
قال لك زي الايكو باكيتس. الايكو باكيتس اللي عباره عن ايه؟ دي من خلالها بقدر امنتين الكنترول تانل بتاعتي، ببعت ايكو ريكويست يرد عليا بايكو ريسبونس، لو رد عليا يبقى الدنيا تمام وزي الفل، يبقى انا كده الايه التانل بتاعتي شغاله مفيش فيها مشاكل، سواء كانت الداتا او الايه او الكنترول. بيكلمك هنا بقى عن البري كونفيجريشنز على الاكسس كنترولر علشان تبقى الاكسس بوينتس بتاعتك تجو اونلاين وتشتغل. انت محتاج تعمل ايه؟ قال لك اول حاجه بظبط الكونفيجريشن بتاع النتورك كونكتيفيتي من خلال ايه؟ اللي انت بتشوف الدي اتش تي بي سيرفر اللي موجود عندك يبتدي اساين الاي بي ادرس لمين؟ للاكسس بوينتس والايه؟ والستيشنز. ما احنا قلنا عندك الدي اتش تي بي هيوزع للاكسس بوينتس وهيوزع للستيشنز اللي موجود. الاكسس كنترولر تقدر تخليه دي اتش تي بي سيرفر، تقدر تخليه او تعامله اللي هو على انه مين؟ على انه دي اتش تي بي سيرفر. تقدر بعد كده تكونفيجر نتورك كونكتيفيتي ما بين الاكسس ايه بوينتس والدي اتش تي بي سيرفر، وما بين الاكسس بوينتس والايه والاكسس كنترولرز. لازم اللي انت ايه تكون الدنيا عندك ايه كونكتد، ويقدر فعلا الاكسس بوينت توصل للدي اتش تي بي، لا اما لو مش هتقدر توصل له يبقى انت في الحاله دي مش هتقدر تسحب الايه الاي بي ادرس بتاعه. بعد كده هتكريت الاي بي جروب اللي هو الاكسس بوينت جروب. في الحاله دي اللي انت بتعمل ايه، كل اكسس بوينت بتنضاف لازم يكون عندها اونلي 1 اي بي جروب اللي هو اكسس بوينت اي جروب. في بعض الحالات دايما احنا بنكونفيجر الاي بي جروب واحده وبن ايه وبندخل فيها اكتر من ايه من مالتيبل ايه اكسس بوينت. بعد كده هتكونفيجر الكونتري كود. الكونتري كود ده اللي هو بيكون موجود على الاكسس كنترولر، ده بيكون عباره عن الايه عن المكان اللي انت فيه. ده طبعا بينكلود الترانسميت باور والايه والسبورت الايه الشانل والاي بي راديو اتريبيوتس. الكلام ده كله بتقدر ان انت ايه تعمله كونفيجريشن من خلال الريجولاتوري دومين بروفايل، والكلام ده طبعا هنتكلم عليه في الكونفيجريشن في الجزء الاخير بتاع الايه الكونفيجريشن بتاعنا. بعد كده هتكونفيجر السورس انترفيس او الادرس. انت دلوقتي محتاج الاكسس بوينت تعرف الاي بي ادرس بتاع الاكسس كنترولر عشان تقدر تستبلش الايه الكاب ويب تانل بتاعتك. هتعملها من خلال طريقتين في الكونفيجريشن، يا اما من خلال السورس اي بي ادرس او السورس انترفيس، عشان ده سؤال في الامتحان وانت بتعمل سبيسيفاي للاكسس كنترولر او بتعرفه على الاكسس بوينت. في الحاله دي انت محتاج عندك تو ميثودز او طريقتين، يا اما من خلال السورس اي بي ادرس او السورس انترفيس بتاع الاكسس ايه كنترول. المرحله اللي هي الاوبشنال انت ممكن تعمل اوتوماتيك اي بي ابجريد اللي احنا قلنا عليها، اللي انت هتبتدي تعمل ابجريد للاكسس بوينتس في حاله لو مش هو ده اللي جاي لك في الايه او مش الفيرجن ده او السيستم سوفت وير مش جاي لك من ضمن البارامترز ما كانش متطابق مع الفيرجن بتاعك، ففي الحاله دي انت بتطلب الايه الايمج بتاعه الايه السيستم سوفت وير، لا اما من خلال الاي سي مود او الاف تي بي مود او الاس اف تي بي مود. بعد كده اللي انت بتعمل ايه بتضيف الاكسس بوينتس بتاعتك من خلال اللي انت بتشوف بقى الايه الاوثنتيكيشن مود اللي موجود عندك، بتبتدي تضيف الاكسس بوينتس يا اما بتتعامل من خلال الاوفلاين مود او الاوتوماتيك ديسكفري او من خلال المانوال كونفيجريشن. الاوفلاين مود انت بتعرف الايه الاكسس بوينتس اللي موجود عندك، الاوتوماتيك ديسكفري بتقول له لو جالك الماك الفلاني يبقى انت هت اوتوماتيك ايه ديسكفري معاه. المانوال كونفيجريشن او المانوال كونفيرميشن انت في الحاله دي اي اكسس بوينت هتريجستر معاك هتبتدي تحطها في الاوثورايزد ليست لحد اما تبقى انت تاكد الايه ان فعلا الاكسس بوينت دي بالنسبه لك هي ايه هي اوثورايزد. بنتكلم عن الستيب رقم 2 حته السيرفيس كونفيجريشن ديليفري. يعني بعد ما ظبطت الدنيا واستبلش الكاب ويب تانل والدنيا زي الفل خلاص وظبطنا الدنيا كلها، احنا محتاجين نشوف بقى السيرفيس كونفيجريشن ديليفري. احنا محتاجين دلوقتي ان الاكسس كنترولر هيبتدي يبعت لي كونفيجريشن ابديت ريكويست. انا عاوز ابعت لك كونفيجريشن، بيبعت لي رساله يقول لي كونفيجريشن ابديت ريكويست، انا عاوز اعمل ابديت للكونفيجريشن بتاعك. في حاله لو انت رديت عليه يبقى في الحاله دي هيبتدي يبعت لك الايه السيرفيس كونفيجريشن بتاعتك. ايه انواع البروفايلز اللي ممكن تعمل لها كونفيجريشن على الايه الديفايس بتاعك علشان الدبليو لان تبتدي تشتغل معاك بشكل سليم؟ ايه البروفايلز اللي موجود؟ قال لك ريجولاتوري دومين بروفايل. الريجولاتوري اول حاجه طبعا انت بتعملها الاي بي جروب اللي موجوده عندك، وبعد كده بتبتدي تخش على الايه البروفايلز الثانيه.
اللي هو الريجوليتوري دومين بروفايل، ده انت بتحدد فيه كونتري كود بتاعتك. طبعا احنا اتكلمنا بيحدد الايه الكالبريشن تشانل والكالبريشن باند ويدث بتاعت الاكسس بوينت حسب الايه كونتري او المكان اللي انت فيه. الراديو بروفايل ده بيحدد لك الايه عشان يوبتمايز الراديو بارامترز ويكونترول الان سيرفيس شانل سويتشنج. يعني انت محتاج بقى ايه تشوف الراديو بارامترز بتاعتك وتكونترول الايه السيرفيس شانل سويتشنج. يعني انت عندك اكتر من الشانل في الدبليو ايه في الوايرلس، فانت عشان تستبلش الايه او تبتدي تسويتش ما بين الشانلز دي انت محتاج تعرفني الراديو بروفايل بتاعك. بعد كده الفاب بروفايل، الفاب بروفايل ده بيكون موجود فيه مجموعه من البارامتر، وده بيشاور على ايه على الاس اس اي دي بروفايل والسكيورتي بروفايل والاوثنتيكيشن بروفايل، والكلام ده هنعرفه بالتفصيل دلوقتي مع بعض، احنا بس بنتكلم عليه كايه كاوفر فيو. بعد كده اذر بروفايلز، حاجات موجوده عندك ممكن تعمل الاي بي سيستم بروفايل، اللوكيشن بروفايل، الدبليو اي دي اس بروفايل، المش بروفايل، الحاجات دي كلها بالنسبه لك بروفايلز بتكون اوبشنال، ممكن ما تستعملهاش الا حسب السيناريو اللي انت شغال فيه. بتكونفيجر الراديو بارامترز زي الباند ويدث برضه والتشانل والانتنا جين والترانسميت باور والايه والكفرج ديستانس والاوبريتنج فريكوانسي باند اوف سبيسيفايد راديو، تشتغل على اني فريكوانسي باند 2 و4 ولا 5. فالكلام ده كله بالنسبه لك يعد ايه اوبشنال، انت بتتعامل معاه وقت ما انت محتاجه، حاول تعدل فيه او تعمل فاين تيونينج. فانت في الحاله دي بتبتدي تلعب في الايه في البارامترز اللي موجود عندك دي. هنتكلم عن الفاب بروفايل. احنا قلنا ان الفاب بروفايل بيبقى موجود جواه الاس اس اي دي بروفايل والسكيورتي بروفايل والفوروردنج مود والسيرفيس في لان اللي موجود عندك. طبعا الكلام ده هيوضح معاك بشكل اكبر في الايه في الكونفيجريشن، وهتربط الكلام كله في الايه في الكونفيجريشن بتاعك. بيقول لك ان الايه حته الاس اس اي دي بروفايل ده بتعرف الايه الوايرلس نتورك اللي هو الاسم بتاع الايه الشبكه بتاعتك، وده طبعا بيكون بيظهر للستيشن الايه الاسم بتاعه. الاس اس اي دي بروفايل بيستخدم عشان يكونفيجر الاس اس اي دي نيم بتاع الدبليو لان. لو انت مسمي الشبكه بتاعتك مثلا هواوي، يبقى انت في الحاله دي هتظهر قدام الستيشن وهي بتعمل سكاننج هيظهر ايه كلمه ايه هواوي قدام. بعد كده كرييت السكيورتي بروفايل، قال لك في الحاله دي في السكيورتي بروفايل انت بتبتدي محتاج توثنتيكيت الستيشن علشان تنكريبت اليوزر باكت وتبتدي ان انت تحمي الايه الدنيا بتاعتك داخل الايه الدبليو لان. عاوز تعمل سكيورتي على الدبليو لان واليوزرز اللي موجوده في الايه في الدبليو لان، عشان كده انت بتعمل سكيورتي بروفايل. هنا محتاج تكونفيجر الداتا فوروردنج مود. في حاله الداتا فوروردنج مود انت هنا محتاج كنترول باكتس بتاعتك، ومحتاج الداتا باكتس اللي هي هتبقى ترانسميتد على الدبليو لان. الكلام ده طبعا هيظهر قدامك في الايه في الكونفيجريشن فما تقلقش منه. حته السيرفيس في لان بتحدد بقى الايه الفي لان بتاعتك اللي من خلالها الاكسس بوينت هتبتدي اللي هي تبعت الايه الترافيك بتاع اليوزرز اللي هيعملوا اسوسيشن على الاكسس بوينتس دي. وطبعا في الحاله دي بيكون حسب الفي لان اللي موجوده في الايه في السيناريو اللي انت شغال عليه. بعد كده الستيشن اكسس اللي هي المرحله رقم 3. هنا في الحاله دي الستيشن بتاعتك بتقدر تاكسس الدبليو لان بعد الكاب واب تانل ار استابليشد. بعد كده الستيشن بتاكسس اللي هي الاكسس بروسيس بتاعتك بتتكون من ايه من 6 مراحل، السكاننج واللينك اوثنتيكيشن والاسوسيشن والاكسس اوثنتيكيشن والدي اتش سي بي واليوزر اوثنتيكيشن. دي مراحل علشان الاكسس او الستيشن بتاعتك تبقى شغاله فعلا وتبتدي تفورورد الايه الترافيك بتاعها، محتاجه اللي تعمل سكاننج ولينك اوثنتيكيشن واسوسيشن مع الاكسس بوينت واكسس اوثنتيكيشن وتاخد اي بي بالدي اتش سي بي، وبعد كده تعمل يوزر اوثنتيكيشن. كل دي مراحل مختلفه علشان تبقى انت فعلا اوريدي اسوشيتد على الاكسس بوينت وتقدر اللي انت تبعت الايه الترافيك وتستقبل الايه الترافيك بتاعك. قال لك اول مرحله هي السكاننج. السكاننج ده عباره عن ايه الستيشن بيريوديكالي بتسيرش على الوايرلس نتورك القريبه منها. قال لك في عندك نوعين، قال لك يا اما بيكون اكتف سكاننج باي سيندنج ابروب ريكويست فريم كونتيننج الاس اس اي دي. انت عارف الاس اس اي دي فانت بتروح للستيشن بتبعت بروب ريكويست بالاس اس اي دي هواوي بترد عليه. يبقى في الحاله دي الستيشن بتاعتك بتبعت الايه البروب ريكويست كونتيننج الاس اس اي دي اون اتش اي تشانل علشان تسيرش على الاي بي
اللي عندها السيم اس اس اي دي، اونلي الاكسس بوينت اللي عندها نفس الاس اس اي دي هي اللي هترد على الستيشن. طب في حاله الايه اللي انت بتبعت او بتاكتف سكاننج باي سيندنج بروب ريكويست فريم كونتيننج نو اس اس اي دي، انا مش عاوز اس اس اي دي، فابتدي ابعت بروب ريكويست، تمام؟ فبيبتدي كل واحد يرد عليا بالبروب ايه ريسبونس بتاعه. يبقى هنا الستيشن بيريودكالي بتعمل برودكاست بروب ريكويست فريم ذات دازنت كونتين ان اس اس اي دي اون سبورتد شانل، تمام؟ ما بيبعتش الايه، ما فيش الاس اس اي دي. ففي الحاله دي الاي بي بترجع ترد عليك ببروب ريسبونس فريم علشان تنوتيفاي الاس تي ايه اوف ذا وايرلس سيرفيس زي كان بروفايد. بيبتدي يبعت له بقى الحاجات اللي هو ايه اللي عنده، يعني انا مثلا عندي اس اس اي دي كذا وده عندك اس اس اي دي كذا، وبالتالي بيظهر عندك الايه الاس اس اي ديز كلها اللي موجوده عندك، بتبتدي تختار منها الاس اس اي دي اللي انت محتاج تعمل ايه كونكشن عليه. بعد كده بنتكلم عن حته الايه اللينك اوثنتيكيشن. انت محتاج طبعا في الدبليو لان محتاج حاجه تاوثنتيكيت فعلا الايه اللينك دي، هي اوريدي هي دي الاوثرايزد اللي انت هتقدر تبعت عليها السيرفيس داتا بتاعتك، فانت محتاج حاجه تقول لك هي دي فعلا الايه اللينك اللي انت المفروض تبعت عليها علشان ما يحصلش انترسبشن او تيمبرد ويز باي اتاكرز وين بينج ترانسميتد اون ايه اون اوبن وايرلس شانلز. لو انت بتبعت على وايرلس شانلز وفعلا اوريدي دي مش اوثنتيكيتد بالنسبه لك، يبقى انت في الحاله دي الترافيك بتاعك حد هيقدر ايه ياخده او يغيره ويبتدي يبعت لمين للديستنيشن. بيقول لك هنا طبعا السكيورتي كومن سكيورتي بوليسي اللي موجوده في اللينك اوثنتيكيشن موجود عندك اوبن سيستم او الشيرد كي اوثنتيكيشن. طب ايه الفرق ما بين الاوبن سيستم والشيرد كي اوثنتيكيشن؟ بيقول لك هنا في الاوبن سيستم اللي انت ايه اوثنتيكيشن ريكويست بيرد عليك بالريسبونس، تمام؟ هنا مفيش اوثنتيكيشن، تمام؟ يعني بالنسبه لنا في حاله الايه الاوبن سيستم اوثنتيكيشن يعتبر مفيش اوثنتيكيشن في اللينك ايه اثناء الايه الكونكشن. ازاي؟ قال لك عندك كام حاجه بتسبورت معاك، قال لك زي الويب سيكيورتي بوليسي والايه وفيها طبعا نوع اوبن ونوع شيرد كي، وزي الويب ايه وي بي اي 802.1x وزي الوي بي اي وي بي اي 2 بي اس كي، دول كلهم بيتعاملوا بالايه بالاوبن سيستم. يعني في الحاله دي مفيش اوثنتيكيشن بتخلي الايه الستيشن اللي هي تقول ايه اوثنتيكيت، يعني بيبعت بس ايه اوثنتيكيشن ريكويست خلاص ايه ريسبونس مفيش حاجه. اما الشيرد كي انت بتبعت اوثنتيكيشن ريكويست بيرد عليك اوثنتيكيشن ريسبونس بيعمل لك ايه تشالنج، بعد كده انت بترد عليه اوثنتيكيشن ريسبونس، تمام؟ يعني هو بيبعت لك اوثنتيكيشن ريسبونس انت بترد عليه باوثنتيكيشن ايه ريسبونس بيكون انكريبتد، بعد كده بيرد عليك هو بالايه اوثنتيكيشن ريسبونس اللي هو سكسس بالنسبه لك، يعني تشالنج انكريبتد تشانل، بعد كده بيقول لك اللي هو ايه الدنيا بالنسبه لك هي ايه هي سكسس. يبقى هنا في الشيرد كي الاوثنتيكيشن ريكواير الايه الستيشن بتاعتك والاكسس بوينت يكون عندهم نفس الشيرد كي بري كونفيجرد، نفس الايه الشيرد كي. لو الاكسس بوينت بتبتدي تشيك ويزر الستيشن دي عندها نفس الايه الشيرد كي، في حاله لو عندها نفس الشيرد كي خلاص، طب لو ما عندهاش الايه الشيرد كي يبقى خلاص الاوثنتيكيشن فيل بالنسبه لك. يبقى عندك هنا علشان تنشور الوايرلس لينك سكيورتي يبقى الاكسس بوينت محتاجه اللي هي توثنتيكيت الستيشن من خلال اللي هي بتعمل ايه عندك، لا اما من خلال اوبن سيستم لا اما من خلال الشيرد كي. الاي تريبل اي 802.11 عندك نوعين من الايه من الاوثنتيكيشن بالنسبه لللينك اوثنتيكيشن، خلي بالك عندك الاوبن سيستم اوثنتيكيشن وعندك الشيرد كي اوثنتيكيشن زي ما انت شايف معايا هنا اهو الاوبن سيستم اوثنتيكيشن وعندك الايه الشيرد كي اوثنتيكيشن موجود معاك. ده الفرق ايه ما بين الاثنين دول. طب حته الاسوسيشن وانت بتعمل اسوسيشن خلاص انت عملت لينك اوثنتيكيشن محتاج تعمل اسوسيشن، بعد كده الاستيشن بتبتدي تنشيتس الايه اللينك سيرفيس نيجوشيشن بحيث ان هي تبعت اسوسيشن باكت، انا محتاج اعمل اسوسيشن ريكويست، بعد كده بيبعت الريكويست ده الاكسس كنترولر بيوافق عليه بتبتدي انت تقول له اسوسيشن ايه ريسبونس. فبيقول لك هنا الاسوسيشن بروسيس از اكشوالي لينك سيرفيس نيجوشيشن process during which ايه ذا سبورتد ريت، بنحدد مع بعض السبورتد ريت ما بيننا احنا الايه الاثنين واللي تشانل
والايه بنبتدي على اساس الكلام ده نعمل ايه النيجوشيشن. يعني لما نيجي نعمل الاسوسيشن بنتفق على الريد مثلا والتشانل والايه والحاجات اللي احنا بنبتدي نعمل عليها نيجوشيشن مع بعض. طب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ قال لك الاكسس اوثنتيكيشن. لو انت جيت تبص هنا على الجدول ده كده بيكلمك فيه عن الاكسس اوثنتيكيشن. يعني ايه اكسس اوثنتيكيشن؟ يعني انت دلوقتي اوريدي الاستيشن دي عملت اسوسيشن مع الاكسس بوينت خلاص تمام، بس انت برضو محتاج ايه توثنتيكيت اليوزر. يعني اليوزر اكسس اوثنتيكيشن ديفرنشيت الايه اليوزرز، يعني كل يوزر اكيد ليه كنترول اكسس رايتس ايه مختلف. لما تيجي تشوفه مع اللينك ايه اوثنتيكيشن يبقى الاكسس ايه اوثنتيكيشن از مور سيكيور. انت بعد ما الراجل ده اوريدي عمل اسوسيشن من خلال الاستيشن بتاعته واللينك بقت تمام ما بين الاثنين، يبقى انت المفروض في الحاله دي تشوف اليوزر اللي قاعد على الاستيشن. طبعا الايه الاكسس اوثنتيكيشن مود عندك هنا البي اس كي اوثنتيكيشن والايه وال802.1 اكس اوثنتيكيشن. يبقى الاكسس اوثنتيكيشن عندك نوعين، وخلي بالك من الكلام اللي احنا بنقوله اسئله في الامتحان، البي اس كي اوثنتيكيشن وال802.1 اكس ايه اوثنتيكيشن. عندك طبعا بعض الايه السكيورتي بوليسز اللي بتسبورت الكلام ده، قال لك زي مين؟ قال لك الدبليو بي اي اللي هو 802.a.1x ده بيسبورت الايه اللي هو 802.1x اكسس اوثنتيكيشن، وعندك البي اس كي بيسبورت البي اس كي اكسس ايه اوثنتيكيشن. طبعا الجزء ده بيستخدم في اللارج انتربرايزز اللي هو 802.1x مور سيكيور وابليكابل للايه لللارج انتربرايزز. اما البي اس كي هو مور سيكيور برضو ايه بوليسي بس ابليكابل للسمول والميديوم ايه سايزد انتربرايز او الهاوس هولد يوزرز. يعني لو انت شغال في البيت هتستخدم الايه الدبليو بي اي دبليو بي اي 2 بي اس كي في الحاله دي. ليه؟ لانه هنا بيضمن لك الاكسس ايه اوثنتيكيشن. اكسس اوثنتيكيشن يعني انت اليوزر نفسه بيوثرايز بنفسه مع الايه مع الاستيشن ومع الايه النتورك نفسه. بعد كده الستيشن ادرس اللوكيشن، انت ظبطت نفسك وعملت لينك اوثنتيكيشن واكسس ايه اوثنتيكيشن والدنيا بقت تمام وعملت اسوسيشن مع الاكسس بوينت، انت محتاج تسحب الاي بي ادرس. علشان تسحب الاي بي ادرس بتاعك انت في الحاله دي اكيد اللي انت هتشتغل بالايه بالدي اتش سي بي، يبقى انت المفروض مين اللي هيدي لك الاي بيهات دي؟ قال لك لا اما الاكسس كنترولر لا اما الاجريجيشن سويتش هو اللي هيبتدي يبعت لك الايه الاي بي ادريسز بتاعتك دي من خلال الدي اتش سي بي ديسكفري، وبعد كده هيرد عليك بالاوفر، هتطلب منه الريكوست، بعد كده هتقول له ايه اكنولجمنت والدنيا تمام. يعني ايه اكنولجمنت؟ يعني خلاص سحبت الايه الاي بي. لان طبيعي اي اند ديفايس او اند سيستم موجود على النتورك بتاعتك لازم يسحب اي بيهات زي ما الاكسس بوينت بتاعتك سحبت الايه سحبت الاي بيهات. فده شكل ايه فده شكل طبيعي. يبقى زي ما الاكسس بوينت سحبت الاي بيهات يبقى الايه يبقى المفروض بعد كده اللي الايه الستيشنز بتاعتك تبتدي تسحب الايه الاي بيهات. فمين اللي هيدي لك الاي بيهات دي؟ قال لك اللي هيديني الاي بيهات هو مين؟ اللي هيديك الاي بيهات هو الدي اتش سي بي. طب الدي اتش سي بي زي مين؟ قال لك لا اما بيكون الاكسس كنترولر لا اما بيكون الايه في الحاله دي لا اما الكور سويتش او الاجريجيشن ايه سويتش اللي موجود عندك. المرحله الاخيره اللي هو اليوزر اوثنتيكيشن، ودي بتكون مشهوره لا اما من خلال اللي انت بتبتدي توثنتيكيت اليوزر لا اما من خلال الجزء اللي هو الخاص بالايه بال 802.1 اكس او الماك ادرس اللي هو الديفايس اللي انت قاعد عليه يبقى هو ده اوريدي اوثورايزد، او من خلال البورتال اوثنتيكيشن مود. السيناريو الاشهر بالنسبه لك بالنسبه للوايرلس هو البورتال اوثنتيكيشن. البورتال اوثنتيكيشن هو الويب اوثنتيكيشن اللي انت اول لما بتعمل جوين على اس اس اي دي معينه بيبتدي اللي هو يعمل لك بوش لايه لصفحه. الصفحه دي بتبتدي تدخل فيها رقم التليفون بتاعك، وبعد ما تدخل رقم التليفون بيبتدي اللي انت تقول انا عاوز الاو تي بي باسورد او عاوز باسورد، بيبعته لك على التليفون بتستقبله وبتبتدي تدخل الباسورد ده وتعمل لوجن وتبقى بعد كده اوثورايزد على الايه الاكسس نتورك ريسورسز بعد السكسسفول ايه اوثنتيكيشن. يبقى انت عندك بتسبورت ال1 اكس او الماك ادرس او البورتال اوثنتيكيشن. خلي بالك من الكلام،
احنا اتكلمنا عن اللينك اوثنتيكيشن وقلنا اللي هو اوبن او شيرد كي، وكلمنا عن الاكسس اوثنتيكيشن وقلنا لان ما هو من خلال البي اس كي او من خلال 802.1x، وبنتكلم دلوقتي عن اليوزر اوثنتيكيشن من خلال 802.1x والماك ادرس والبورتال اوثنتيكيشن. فخلي بالك منين من النقاط دي، بيجي عليها اسئله كتير وبتضيع درجات كتير في الايه في الامتحانات. الاستيب الاخير احنا ظبطنا كل حاجه وعملنا الكلام اللي انت قلته كله، محتاجين دلوقتي اللي احنا بس هنبعت الداتا. قال لك في الحاله دي الكنترول باكتس اللي هي المانجمنت ايه باكتس او الداتا باكتس بتاعتك بترانسميتد اوفر الكاب ويب تانلز. في الكنترول طبعا انت بتفورورد ثرو الكاب ويب ايه كنترول تانل. طب في حاله الداتا قال لك عندك طريقتين، لا اما هتفورورد من خلال التانل فورواردنج مود، لا اما من خلال الدايركت فورواردنج مود. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك تعالى وانا اقول لك الايه الفرق ما بينهم. قال لك التانل فورواردنج مود، ركز كده معانا، او التانل فورواردنج مود، قال لك في الحاله دي انت عشان تبعت ترافيك خاص بالايه باليوزرز او الداتا بتاعتك هتعدي على الاكسس كنترولر الاول. يعني الداتا بتاعتك هتعدي على مين؟ على الاكسس كنترولر قبل ما تتبعت فين؟ قال لك قبل ما تتبعت للايه للسيرفيس نفسها او للمكان اللي انت رايحه. في الحاله دي زي ما انت شايف السهم اللي هو الخط المنقط ده هو عباره عن المانجمنت، يبقى معنى كده ان المانجمنت بتتبعت من الكاب ويب تانل والداتا بتاعتك برضو بتتبعت للايه في الكاب ويب تانل من على مين؟ على الاكسس كنترولر، وبعد كده الاكسس كنترولر بيفورورد مين؟ السيرفيس داتا ترافيك. ده حاله مين؟ اللي هو التانل فورواردنج مود على الداتا تانل بتاعه الايه الكاب ويب. طب في حاله الدايركت فورواردنج بيقول لك في الترافيك بتاعك اللي هو بتاع الداتا بتاعك العادي اللي هو السيرفيس انت بتبعت مباشره اللي انت عاوزه بدون اللجوء لمين؟ للاكسس كنترولر. وهو ده الفرق ما بينهم. يبقى انت هنا بدون اللجوء للاكسس كنترولر، بدون اللجوء الى الكاب ويب تانل، انت بتبعت على طول مباشره. المانجمنت باكتس بس او الترافيك هو اللي بيتبعت منين؟ على الكاب ويب تانل بتاعتك. وهو ده طبعا الجزء اللي ايه اللي يهمك او الفرق الجوهري ما بين التانل فورواردنج مود، وده انت طبعا بتوضحه في الايه في الكونفيجريشن، وما بينك وما بين الدايركت فورواردنج ايه مود.